اهلا بكل متابعينا في حلقه جديده من كورس الامبيدد سيستمز. ان شاء الله النهارده هتاخد الديجيتال ترافيك لايت والاوتوماتيك جراج باستخدام 2 7 سيجمنت مش 7 سيجمنت واحده. ده طبعا ديجيتال ترافيك لايت وده الجراج العادي عندنا باستخدام 2 7 سيجمنت. طبعا عشان تسمع حلقه النهارده لازم تكون سمعت الحلقه الخاصه ب 2 7 سيجمنت اللي هو بيعده من 0 ل 99 باستخدام الباينري كود ديسيمال ديكودر، والحلقه دي مرفوعه على القناه. وكمان لازم تكون سمعت ديجيتال ترافيك لايت باستخدام 7 سيجمنت واحده عشان تبقى فاهم الفكره بتاعه المشاريع. طبعا انا هسيب لكم لينكات الفيديوهات دي، هتلاقيها في حرف اي هنا او هنا، اضغط عليه هتلقى الفيديوهات دي اول فيديوهين كده، اسمعهم الاول بعد كده تعال اسمع الفيديو ده. هنبدا مع بعض في اول بروجكت عندي ديجيتال ترافيك لايت سيستم. عندنا هنا في شارعين وكل شارع فيه ليد خضراء وليد حمراء وكل شارع عليه 2 7 سيجمنت. ال 2 7 سيجمنت دول هيعدوا عندي من 20 ل 0. طبعا هنا الارقام مش مظبوطه عندي على الانديكيتور ده، فكل 2 7 سيجمنت هيعدوا 20، لان ال 20 لازم بتحتاج 2 7 سيجمنت، فبيعدوا من 20 لكام؟ ل 0. الاثنين هيشتغلوا في نفس التوقيت، دي هتبقى من 20 ودي من 20 من نفس التوقيت. هنا هتبقى منوره مثلا الخضراء وهنا هتبقى منوره الحمراء. الخضراء دي معناها ان الشارع ده شغال والحمراء ان الشارع ده واقف، طب لان هو ما يقدرش يشغل الشارعين في نفس التوقيت. بعد شويه لغايه ما توصل زيرو، بعد شويه ده هتبدا الاثنين من 20 في نفس التوقيت، هيشغل هنا الخضراء ويشغل هنا الحمراء. الخضراء هنا عشان الشارع ده يشتغل والحمراء هنا عشان الشارع ده يقف. تعال مع بعض كده، طبعا هو هيعمل ريبيت هنا للبرنامج او للكود من اول. تعال نشوف عندنا البروتس هنعمله ازاي. عندنا ستارت سويتش، طبعا ادي ستارت عباره عن بول داون يعني الديفولت داخل زيرو. ستارت الستارت ده انا موصله على دي زيرو عندي هنا، وعندنا الستوب اللي دايما بيبقى ماستر كلير زي ما احنا قلنا. عندنا اربعه ليدات، اتنين خضر واتنين حمر. الخضرة والحمراء دي خاصة بالشارع الأول، والخضرة والحمراء هنا خاصة بالشارع التاني. عندنا أربعة 7 سيجمنت، اتنين خاصين بالشارع الأول واتنين خاصين بالشارع التاني. إحدى طرق التوصيل إن أوصل الاتنين دول بديكودر. طبعا قبل ما أوصل بالديكودر بستخدم إيه؟ بستخدم مقاومات 330 أوم أو 220 أوم على كل بن. الاتنين طبعا بيتوصلوا على نفس البنات، يعني دي ودي بيتوصلوا على نفس البن اللي هنا، والبي هنا والبي هنا بيتوصلوا على الطرف اللي هنا. الاتنين 7 سيجمنت عندي كومن انود. كومن انود يعني بوصل بي ان بي هنا بي ان بي. خلي بالك ان الاميتر بيبقى سهمه لجوه اهو، ده معناه بي، وادي البيز ان بي. وطبعا الاميتر هتوصل ب 5 فولت على البيز بتاع ترانزستور 1 كيلو، ودي هتروح لمين؟ هتروح للمايكرو كنترولر عشان يتحكم فيها. يبقى هسمي دي الرايت ودي الليفت عشان اطلع ارقام، يبقى دي الخانه الاحاد ودي الخانه العشرات. نفس الجزء اللي فوق انا قررته تحت في الشارع الثاني. بس خلي بالك هنا ان الديكودر اللي فوق واللي تحت الاثنين متوصلين على نفس البنات، يعني اي بي سي دي اي بي سي دي. فين الاي هنا؟ على بي 0 بي 1 بي 2 بي 3، يعني الجزء ده والجزء ده متوصلين توازي على نفس البنات. دي احدى طرق التوصيل طبعا. او الطريقه الثانيه ان انا استخدم ديكودر واحد ومقاومه 330 او 220 واحده، واخد الاربعه 7 سيجمنت دول يبقوا ايه؟ يبقوا على نفس الطرف اللي هنا، يبقوا على نفس الطرف اللي هنا، لان احنا قلنا ان الاثنين 7 سيجمنت دول، اثنين 7 سيجمنت دول هيشتغلوا معايا بالتوازي مع دول. يعني لما تشتغل خانه الاحاد هنا تشتغل خانه الاحاد هنا، لما تشتغل خانه العشرات هنا خانه العشرات، لان الاثنين هيعدوا نفس الارقام ونفس التسلسل. طيب فانا اخدت الاثنين نفس الاطراف وكل حاجه ووصلتهم هنا، ووصلت الديكودر ده على الاطراف اللي هنا، التوصيل ده صحيح برضو، الاثنين صح ما فيش مشكله. الميزه هنا ان وفرت فين؟ في الديكودر، يعني وفرت ديكودر واحد كمان. تعال كده نشوف الكود. الكود هنبدا مع بعض. اول حاجه هعرف عندي ال 7 سيجمنت طبعا اللي هسميها ديسبلاي متوصله على بورت بي، لان بورت بي هتوصل على الديكودر ومن الديكودر على 7 سيجمنت. فالديسبلاي كانت الاحاد والعشرات في الشارعين هسميها ديسبلاي على بورت بي. طبعا هنا الاف 1 اللي هو الترانزستور الاولاني ده اللي هنا ده هسميه ال اس دي، والخانه العشرات هسميه مين؟ ام اس دي. ال اس دي اختصار ليست سيجنفت ديجيت، والام اس دي موست سيجنفكت ديجيت، يعني خانه الاحاد وخانه العشرات. والستارت على دي 0. طبعا احنا عشان نعرض اي قيمه على 2 7 سيجمنت، لو زي ما اتعلمنا ان انا القيمتين او القيمه عايز اعرضها على 2 7 سيجمنت خانه الاحاد وخانه العشرات، فانا بخلي ايه؟ بخلي عندي كاونت بيزيد بقيمه زي ما انا عايز، وليكن عايز ال 2 7 سيجمنت يعرضوا قيمه 20، فانا ببدا من 20
عادي خالص، باخد القيمة واخد القيمة اللي انا عايز اعرضها اقسمها على 10 ودي اعرضها على خانة العشرات، واحنا شرحنا الكلام ده في الفيديوهات قبل كده. يبقى اقسمها على 10 واخليها في خانة مين؟ العشرات. وهسمي ده كاركتر لان اخره كام؟ اخره 9، من 0 ل 9، فمش هيعد اكتر من 9. وعندنا كمان الرايت باخد كاونت برسنتج 10 اللي هي خانة الاحاد، ونوعه طبعا المتغير ده كاركتر لانه هو بيعد من 0 ل 9 برضه. فبعد كده بخلي الترانزستور اللي خاص بخانة العشرات اوف، خانة العشرات اوف، بشغل خانة الاحاد. خلي بالك بي ان بي ترانزستور، وقلنا البي ان بي ترانزستور ان انا احط زيرو عليه عشان يشتغل، احط زيرو عشان يشتغل، يعني الترانزستور اللي هنا ده عشان يشتغل لازم احط عليه على البيز زيرو عشان يبقى الاميتر اكبر من البيز بمقدار 7 من 10، فبالتالي الترانزستور يحصل له اون. انا فصلت خانة العشرات وشغلت خانة الاحاد، المفروض اعرض على بورت بي اللي هو خاص بال 7 سيجمنت او بالديكودر، اعرض كام؟ اعرض خانه الاحاد اللي هي رايت، وقتها اقول له الديسبلاي بيساوي رايت. طيب انا شغلت خانه الاحاد، يبقى المره الجايه اشغل خانه العشرات، اعمل ايه؟ استنى 10 مللي سكند، يبقى استنى 10 مللي سكند زمن تاخير عشان يبقى في استابيليتي في العرض، عشان ما لو كان الزمن اقل من كده 7 سيجمال مش هتستجيب، ولو كان اكبر من كده انت هتلاحظ ان في ايه؟ في فلاشر كده، في رحشه في الارقام. لا، فالقيمه المثاليه هي 10 ملي سكند. بعد شويه هشغل افصل خانه الاحاد واشغل خانه العشرات، اشغل خانه العشرات يعني الترانزستور الخاص بخانه العشرات، اعرض القيمه مين المره دي؟ اعرض قيمه العشرات اللي هي الليفت، قيمه الليفت دي هطلعها على الديسبلاي اللي هو مين؟ بورت بي، بحيث اعرضها على خانه العشرات، وهستنى 10 ملي سكند. هسمي الجزئيه دي عشان ما كل مره ما اكررهاش هسميها فانكشن او اعملها جوه فانكشن، يبقى الجزئيه دي كلها هاخدها واعملها جوه فانكشن. الفانكشن دي هسميها void underscore count، يعني اسم الفانكشن دي اسمها underscore counter، بتستقبل متغير اسمه مين؟ count، لان الكاونت ده هو اللي انا بقسمه على 10 وبجيب البرسنتج بتاع 10، فبسميه signed character. signed character لان هو بيعد من 20 ل 0، من 20 ل 0، فعندي هو بيعد من 20 زي ما قلنا ل 0، لان انا عايز اعرض على الاثنين سمت سيجمنت رقم 20 يبقى تنازلي لغايه 0، وفرق زمني 2 ثانيه بين كل ديجيت والتاني. فهاجي في الفويد مين، الفويد مين اول حاجه هقول تريس بي والديسبلاي ب 0، ده بورت بي يعني كاوبوت، ومصفر الاثنين سمت سيجمنت، طبعا مش هيشتغلوا لان الاثنين ترانزستور انا مش مشغلهم. فانا اعمل ايه؟ اقول له تريس سي وبورت سي بيساوي 0، ده في البدايه ان انا اطفي كل الليدات، خلي بالك الليدات عندي على بورت سي، فانا معرف تريس سي كاوبوت وبورت سي كزيروس عشان الليدات تبقى طافيه في البدايه. وكمان هعرف دي واحد، دي واحد كانبوت، دي واحد سوري لما احط زيرو دي واحد اعرفه كاوبوت، فلما اعرفه كاوبوت اللي هو الليست هنا، الليست سيجنيفيكانت ديجيت خانه الاحاد، واحط هنا اقول ان هو يساوي واحد، يساوي واحد يعني الترانزستور ده فاصل في البدايه، يعني 7 سيجمنت دي هتبقى فاصل مش هيعرض عليه حاجه، ونفس النظام مع خانه العشرات وهبقى فاصلها في البدايه، فلما احط واحد يعني الترانزستور ده ما يبقاش شغال في البدايه، خلي بالك لان هو بي ان بي. كمان هعرف الدي زيرو عندي بيساوي واحد، ده انبوت هو الستارت سويتش، وهروح اسال على الستارت سويتش مش هيخش جوه الكود ولا ينفذ الا لما اضغط على ستارت سويتش، طول ما الستارت بيساوي سوي 0 لان هو الديفولت 0، طول ما بيساوي 0 خليك واقف. طب اول ما الشرط ما يتحققش هيروح ينفذ الكود، الكود بتاعي حاطه جوه فور لوب، فور لوب عندي الاسلوب طبعا هنا زي ما انتم شايفين. اول حاجه عايز اعرض على ال 7 سيجمنت الاثنين من 20 ل 0، من 20 ل 0. طب من 20 ل 0 ده في الحاله الاولانيه، في نفس التوقيت اعمل ايه؟ قال لك انور الجرين واحد وانور الريد اتنين، الجرين واحد والريد اتنين. قبل ما ننور ونعمل احنا في متغير اسمه كاونت هنا انت استخدمته صح؟ فالكاونت ده معايا هنا، الكاونت ده عندي هنا كام؟ بيساوي بدايته 20، هيوصل للزيرو. طيب انا هعرفه بساين كاركتر كاونت، يبقى الكاونت ده هعرفه بساين كاركتر، وطبعا لازم يبقى سايند، ما ينفعش تعرفه بكاركتر كاونت بس، هتلقى فيه لخبطه في الكود، لازم سايند، هقول لك ليه دلوقتي. طيب اول حاجه بورت سي قلنا هنور مين؟ هنور الجرين واحد والريد اتنين، يبقى الجرين واحد اللي هي متوصله على سي 0 والريد اتنين اللي هي على سي 3، ادي سي 3، نورت الاتنين دول وطفيت الباقي. الكلام ده اتفقنا المفروض يعمل ديلي كل كام؟ ديلي 2 ثانيه بين كل ديجيت والتاني. طب هنا ينفع تستخدم ده للديلي؟ استخدم ده للديلي واقول له 2 ثانيه غلط، ليه؟ هتلقاه واقف عند رقم واحد من الارقام دي، فلا ده انا اخليه طول ما هو بيعمل ديلي يعمل فلاش او يقعد يبين الرقم كل شويه. فانا استخدم الكلام ده ازاي؟ ان انا استخدم داله فور. بص معايا كده، هنا انا عامل ديلي 10 مللي سكند، وديلي 10 مللي سكند يبقى التوتال عندي 20 مللي سكند، يبقى هو عشان يعرض رقم واحد هياخد 20 مللي سكند. فانا اقول له اعرض القيمه اللي اسمها كاونت، بس هنا هيعرضها لمده 20 مللي سكند، فانا اقول له لا
خد اي بتساوي 0، اي اقل من 100، اي اقل من 100 يعني 99، يبقى من 0 ل 99 يعني 100. 100 في 20، في 20 هنا الديلي الخاص بالرقم الواحد يبقى عندي 2 ثانيه. يبقى اقول له ايه؟ استدعى الداله، استدعى الداله اللي اسمها مين؟ اندرسكور كاونت، تحط فيها قيمه الكاونت عندي. خلي بالك طبعا الاي هنا عرفتها انساين كاركتر اي، انساين كاركتر اي لاني قلت انساين كاركتر لان قيمتها من 0 ل 100. طيب الكاونت في البدايه بكام؟ 20، فهيروح للداله دي وياخد القيمه كاونت 20 ويروح بيها للداله، هياخد قيمه الكاونت هنا ب 20 ويعمل له اسقاط هنا في القوانين ويقعد يحسب ويعرض، هيبقى هنا عندي كاونت على 10 اللي هي 20 على 10 فيها الكام؟ فيها الاثنين، يبقى خانه العشرات باثنين. طب 20 برسنتج 10 الباقي 0 ومفيش باقي، خلاص؟ هيعرض على خانه الاحد كام؟ 0، يعرض هنا 0 وهنا 2 ويقعد يعمل من بينهم فلاش، يكرر الموضوع ده كام مره؟ 100 مره. لإن قلنا هيعرض الكلام ده في 20 مللي سكند، اضربها في 100 يطلع لك 2 ثانية، وفي خلال ال 2 ثانية دي ما هو مازال بيبقى منور جرين واحد ورد واحد، جرين واحد ورد 2. قلنا هنا الاي لازم تتعرف عن ساين كاركتر، أما الكاونت لازم يتعرف بساين كاركتر وليست كاركتر فقط ولا انساين. لو قلت انساين ما هتقولي من 20 لزيرو، ما هي انساين، صح؟ صح، عندك حق، تعال كده، بس لازم تتعرف ساين كاركتر. ليه؟ بص معايا كده، هو هيبدأ من 20 ويعرض الرقم 20، هينقص بمقدار 1 ويعرض 19، ينقص بمقدار 1 يبقى كام؟ 17، وهكذا، فلغاية ما يوصل الكاونت بزيرو، زيرو أكبر أو يساوي زيرو، الشرط ده متحقق، يروح يعرض الكاونت بزيرو، زيرو زيرو، يعرض هنا زيرو زيرو، المرة الجاية الكاونت هيبقى زيرو، ينقص منه 1 يبقى بإيه؟ سالب 1، هل السالب 1 ينفع يتغير في كاركتر؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم تقول له ساين كاركتر عشان لما تنقص واحد يبقى في عندك السالب واحد عشان الكود يشتغل صح، لان لو انت عرفته او لغيت كلمه ساين هنا هتلقى الكود فيه لخبطه، لان هو هيجي عند السالب واحد هيقراها كقيمه كبيره، ممكن يقراها 90 ولا حاجه ويقول لك 90 اكبر من زيرو ما يطلعش بره فور دي، هنشوف الكلام ده في سيميوليشن دلوقتي. نفس الكلام ده هيتكرر مع مين؟ مع الجزء الثاني من الكود، ان انت شغلت جرين واحد ورد اثنين، لا ده المره دي انا عايز اعكس، يبقى الكود هيتكرر ببساطه، بس المرة دي اشغل رد واحد وجرين اتنين، يبقى انا هشغل ايه؟ رد واحد وجرين اتنين زي ما انتم شايفين وطفيت الباقي، ونفس الكود هيتكرر معايا من 20 لزيرو، يبقى مفيش اي اختلاف على الكود اللي فوق الا انا غيرت الليدات مش اكتر. تعال مع بعض كده نشوف البرنامج، بصوا معايا كده، ادي الاثنين ديكودر اهو زي ما قلنا، مفيش اي اختلاف اهو، تعال كده نعمل رن، طبعا ايه؟ مفيش اي ولا 7 سيجمنت فيهم شغال، ليه؟ حتى بص كده احنا على الديكودر في رقم طالع زيرو، بس مش هيعرض الا لما تشغل مين؟ الاثنين ترانزستور دول، لما تشغل الاثنين ترانزستور دول او الاربعه ترانزستور. تعال نضغط على ستارت، هيبدا من كام؟ من 20، من 20 هيستنى 2 ثانيه ويغير الرقم، طبعا الارقام مش واضحه قوي هنا، تحس ان في لخبطه، لا هو مفيش لخبطه ولا اي حاجه، هنعمل ستوب كده، وتعال بس نمسح الجزئيه دي بس كده، هنفترض ان احنا عندنا 2 بس. هنعمل رن عشان اوضح لك ان مفيش مشكله عندي، ستارت خلاص ادي 20 اهو، الارقام بتظهر طبيعي اهي اهو 19، لكن لما انا اضيف 2 7 سيجمنت الثانيه تحس ان البروتوس بيعمل لخبطه شويه، لكن اوريدي هم شغالين، يبقى انت لو نفذت ال 4 7 سيجمنت على العملي هيشتغلوا طبيعي خالص مفيش مشكله، كده كام؟ 16 اهو تمام؟ و15 اهو هيبتدي ينقص لزيرو مفيش مشكله، ممكن ننقص بس الاعداد بدل من 20 ل 20، طبعا انت فهمت الفكره خلاص، ممكن نخلي دي 11 بس عشان افهمك الفكره مش عارف. ادي 11 تمام، ادي 11 او ممكن تخليها 20، الموضوع ده مفتوح معاك لغايه كام؟ لغايه 99 لان عندك 2 7 6. انا هعمل بلت كده، تعال نروح للبروتس كده، تعال نعمل رن، نعمل ستارت، بدا من 11 اهو، ركز معايا كده بسرعه هنا، 10 9 8 7، خلي بالك في كل التوقيت ده عامل مين؟ منور هنا مين؟ الخضرة هنا الأولى والحمراء هنا في الثانية. 5 4 3 2 1، ركز هنا هيوصل للزيرو. كده زيرو. بعد الزيرو بص كده، بص على الليدات هنا هتلاقي يعكس مين الليدات عندي. تمام اهو الحمراء هنا نورت والخضراء هنا نورت وطفى الاثنين الباقيين، وابتدى من كام؟ من 11، نزل واحد بقي كام؟ 10، بعد كده 9. تعال بص كده معايا هنا الجزئيه اللي انا قلت لك كاونت لازم تبقى سايند،
لو بقيت unsigned يعني ان انا وجدت الجزئيه دي، انا مثلا عملت لها ايه كات كده تمام، وسبتها كاركتر زي ما هي كده مفيش اي مشكله. او واحد ممكن يكتب ايه، تكتب كاركتر او قبلها unsigned كاركتر، يعني ممكن تكتب كاركتر او unsigned كاركتر وتسيبها كده بدون اي حاجه، اعمل بلت كده. تعال كده على نفس الكود اهو مفيش اي اختلاف. تعال نعمل مين، نعمل رن من جديد كده، نعمل رن من البدايه. طبعا بعمل رن عشان ايه، يستدعى الكود اللي انا عملت له تغيير. عندي 10 اهو، بدا من 11 9، هتلاقي هنا الخضره منوره والحمراء صح، 8 7 6 5 4 3. هنلعب بص الرقم كده بيبدل ما بينهم، طبعا انت في الطبيعي مش هتشوف كده، لو عملت عملي انت مش هتلاحظ التغيير ده. ادي 2 1 0 بصوا كده، ما زالت الخضرة منوره والحمراء منوره، وحصل ايه لخبطه، بقت في ارقام مش 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 طبيعيه على الاثنين سبعين سيجمنت. هنا بيعرض زيرو، هنا حرف سي وتحت منه شرطه مش الارقام الطبيعيه اللي انت محتاجها. بصوا كده ادي قلب حرف يو، ما زالت الخضراء منوره والحمراء منوره. ليه؟ لان هو ما طلعش من بره الفور الاولانيه دي، هو دخل جوه الفور الاولانيه دي وما طلعش منها اللي هي فور دي. ليه؟ قلنا لغايه ما بيوصل زيرو، اول ما بيوصل زيرو هنا بينقص تبقى سالب واحد، وانت مستخدمه ايه؟ كاركتر، كاركتر يعني هو في نفس التوقيت انسايند كاركتر. لو جينا هنا الكويك كونفرتر وقلت له انسايند، انسايند وحطيت له بالديسيمال كده سالب واحد اهو، تمام؟ بصوا كده انسايند اهو اللي هو ايه؟ سالب واحد، سالب واحد اصلا لما تتحول باينري يتحول للقيمه الكبيره دي. خلاص، فهو اصلا بيعتبرها عنده ان هي قيمه كبيره فيعيد نفسه، فاهمين الفكره؟ بيعيد نفسه لان هي بياخدها كقيمه انسايند، قيمه موجب، على الرغم ان هي سالب واحد المفروض يطلع، لا فهو اصلا ما بيتعاملش كديسمال سالب موجب، لا بياخد الباينري فيلقى الباينري اكبر من زيرو، فبالتالي يرجع يدخل تاني ينفذ او يكرر الجزء اللي جوه فور اللي هنا ده، تمام؟ فلازم تبقى ايه؟ قلنا لازم تبقى هنا سايند، تمام؟ نعمل بيلد، نرجع تاني للكود اهو، حصل لخبطه في الكود زي ما انتم شايفين. طبعا الاثنين سيفن سيجمنت انا ما شلتهم من هنا عشان تقدر تشوف العرض الرقم هنا، لكن لو انت حطيتهم مفيش مشكله هتلاقي فيه لخبطه، بس دي بسبب السيميوليشن مش هتنفذها عملي، هتلاقي الموضوع طبيعي جدا. طبعا هنا وصل 8 اهو، 7 6 5 4 3. لاحظ كده هنا اللي اديت معايا 2 1. بصوا كده اول ما يوصل لزيرو زيرو هيلقى هنا، لو طلت له ساين فهيلقى عنده سالب واحد فعلا مش اكبر من زيرو، فهيروح للفور الثاني، هيروح لفور الثانيه ويغير الداتا زي ما انتم شايفين. فخلي بالك من التريكات الصغيره دي اللي ممكن تبوظ لك البرنامج، تمام؟ طب في بعض الناس طبعا ممكن تبرمج بطريقه ثانيه. انا عملت ايه في الكود اللي فات؟ انا عملت فانكشن. ممكن واحد ما يعملش فانكشن، يبرمج بطريقه طبيعيه جدا. تعالي برمج ازاي؟ بصوا معايا كده، ادي فور عندي اللي جوه الجزء الاولاني ده، قلنا سايند كاركتر كاونت زي ما احنا قلنا، وفي انسايند كاركتر رايت وليفت واي، وطبعا القيم الانشاليزيشن اللي احنا قلنا عليه. تعال كده هيعمل اول حاجه ايه؟ فور كاونت 20 واكبر من زيرو، كاونت ماينس واحد في كل مره. هو هينور ايه؟ جرين واحد وريد اتنين. طيب هنا مباشرة مش بيستدعى الدالة، فاكرين جزء الدالة ده اللي انا كتبته من شوية؟ هنا مش دي الدالة، قلت 4i بتساوي 0 اقل من 100، ودي الدالة اللي بيستدعاها اللي هو الجزء ده. انا ممكن اخد الجزء ده ما اعملهوش دالة، اخد الجزء ده واحطه هنا، ونفس الجزء ده احطه هنا في الحتة دي مع 4 التانية. يبقى كده انا الكود كررته مرتين، مع 4 الأولى ومع 4 التانية، وكده انا ما عملتش فانكشن. فطبعا الكود هيبقى طويل، فتعال نشوف لو احنا عملناها هنعملها ازاي. مباشرة قيمة الكاونت دي اخدها اعمل ايه؟ اقسمها على 10 واجيب لها برسنتج 10، تبقى ليفت ورايت، والمتغيرة دي انا عرفتها فوق اهي، انسايد كاركت طبعا. خلاص، وادي الاي من 0 لكام؟ ل 100، ادي 4، وادي قفله قوس 4 بتاع اي من 0 ل 100. طبعا هنا هشغل خانه مين؟ خانه لحاد، وافصل خانه العشرات واخلي البورت سي بيساوي رايت ديلي، بعد كده هشغل خانه العشرات وافصل الاحاد واعمل مين البورت سي بليفت واعمل ديلي 10 مللي سكند. هي نفس الداله بس انا كررتها جوه الكود نفسه، وطبعا ادي 4 الثانيه نفس الداله اتكررت اهي، مفيش اي اختلاف، بس زي ما قلنا ان انت بتغير وضع الداله. يبقى انا بدل ما اكرر الجزئيه دي والجزئيه دي خدتهم في فانكشن بره وكل مره استدعيتها، ده اللي انا عملته المره الثانيه. وطبعا لما تعمل رن هو نفس الكود مفيش اختلاف.
نروح للبرنامج التاني وعندنا اوتوماتيك جراج. قلنا الاوتوماتيك جراج ده بيبقى ليه بوابتين وعندنا 2 7 سيجمنت وعندنا الليد هنا حمر. سعه الجراج هنا طول ما 2 7 سيجمنت مفتوحه معاك لغايه 99، يعني الارقام اللي ينفع تقول ان هي دي مساحه تخزين الجراج لغايه 99 عشان 2 7 سيجمنت. طبعا انا هناخد رقم بسيط هنا 12 عشان سيميليشن وعشان وقت البرنامج او وقت الفيديو. هنا اتفقنا بوابتين، بوابه الدخول فيه 2 سنسور، السنسور خاص بالاوتسايد بيحس بالعربيه، اول ما يحس يفتح البوابه. طبعا البوابه دي ليها 2 ليميت سويتش، اول ما ليميت سويتش يحس يوقف فتح البوابه، العربيه تبتدي تدخل، اول ما بتدخل السنسور من جوه يحس بيها، اول ما السنسور يحس اللي جوه اوتوماتيك هيزود ال 7 سيجمنت بمقدار واحد، يزود ال 7 سيجمنت هنا بمقدار واحد ويقفل البوابه، البوابه هتقفل لغايه ما الليميت سنسور خاص بالقفل يحس. طبعا ده خاص ببوابه الدخول. بوابه الخروج هناك في سنسور من جوه، سنسور من جوه الجراج هيحس بالعربيه انها قربت منه، هيبتدي يفتح بوابه الخروج الناحيه الثانيه، يفتح بوابه الخروج الناحيه الثانيه اول ما يفتح لغايه الليميت سنسور ما يحس، اول ما الليميت سنسور يحس بتاع بوابه الخروج الفتح يقف ويبطل فتح يعني البوابه يقف لغايه ما العربيه تطلع. بعد ما تطلع طبعا في سنسور خارجي يحس ان العربيه طلعت، اول ما يحس ان العربيه طلعت خلاص ينقص ال 7 سيجمنت اللي هنا بمقدار واحد، نقص ال 7 سيجمنت اللي هنا بمقدار واحد، وكمان ما انساش ان هو يبتدي يقفل البوابه، يقفل البوابه بتاعه الخروج لغايه ما الليمت سنسور بتاع بوابه الخروج يحس اللي هو الخاص بقفل البوابه. طبعا هنا سعه الجراج هناخد مثال بسيط زي ما قلنا وليكن 12، الموضوع مفتوح معاك لغايه 99، هناخد وليكن 12 عشان نقدر نعرض رقمين على 7 سنت 12. اخرك 12، لو بعد 12 يعني هو سعه الجراج 12، لو جوه الجراج فيه 12 عربيه بوابه الدخول دي ما تفتحش حتى لو في عربيه بره والسنسور اللي بره حاسس، يبقى حتى لو السنسور اللي بره حاسس يعني في عربيه البوابه بتاعت مين الدخول ما تفتحش، ويعرض على 7 سيجمنت 12 في نفس التوقيت الليد اللي هنا تشتغل، الليد الحمراء تشتغل كانديكيتور ان الجراج مليان. تعال مع بعض كده نشوف الكود. قبل ما نشوف الكود تعال نشوف سيميليشن. سيميليشن طبعا عندنا ايه؟ عندنا بوابتين، عندنا هنا بوابتين، بوابه الدخول، بوابه الدخول بيعكس حركه الموتور، بوابه الخروج، واتفقنا ده اتش بريد زي ما احنا شرحنا، ده البن الاولاني الخاصه ب فتح الموتور والبن الثانيه خاصه بقفل الموتور، بس ده بوابه الدخول. بوابه الخروج دي البن الخاصه بفتح الموتور، دي البوابه الخاصه بقفل الموتور. معانا كمان هنا اربعه سنسورز. اول حاجه ده الستارت، الستارت عندي خلي بالك بول اب، بول اب يعني طبيعي حاسس بواحد، ده الستارت سويتش. وعندنا كمان هنا اتنين ليميت سنسور خاصين ببوابه الدخول، ده خاص بالاوبن يعني البوابه بتفتح بتاعه الدخول، ففي ليميت سنسور اول ما يحس ده يروح يوقف فتح البوابه. طيب والبوابه هي وبتقفل، في ليميت سنسور ده بيحس بقفل البوابه، اول ما يحس كده يوقف فتح يوقف قفل البوابه. عندنا في الاوتسايد سنسور الخاص ببوابه الدخول والانسايد سنسور خاص ببوابه الدخول، نفس النظام مكرر مع بوابه الخروج. طبعا هنا عندنا كل السنسورز دي ايه بول داون، بول داون يعني طبيعي حاسس ايه بزيرو، بزيرو ده الطبيعي، اول ما يحس كده يدخل واحد. ما ننساش كمان عندنا 2 7 سيجمنت فوق، 2 7 سيجمنت العرض الرقم عدد العربيات اللي داخل الجراج. طبعا دول متوصلين توازي زي ما انتم شايفين على نفس البنات بتاعه الديكودر، والمقاومه 330 هنا على A B و C طبعا، ودي و A و B C دي على بورت دي هنا. طيب ده كان البروتوس بكل بساطه. تعال مع بعض كده نشوف الكود. الكود احنا شرحناه قبل كده بس مع 7 سيجمنت واحده، المره دي هنشرحه مع 2 7 سيجمنت. طبعا انا عرفت السنسورز عندي والموتورز هنا على البنات عشان مباشره نتعامل داخل البرنامج بايه؟ بالاسماء بتاعتها، ده هيوفر عليا طبعا كتير، والكلام ده قلناه قبل كده. تعال كده الفانكشن برضو هستدعى فانكشن عشان اعرض على الرقم زي ما احنا شرحنا في البرنامج اللي فات، كاونت على 10 دقايق اعرضها في الليفت، ما انساش نوع كاركتر، ونفس النظام مع الرايت. وبعد كده هشغل هفصل خانه العشرات الاول، خلي بالك عشان بي ان بي ترانزستور، هشغل يعني احط زيرو عشان بي ان بي، ده خانه الاحاد. طبعا هقول رايت بيساوي الديسبلاي لان الديسبلاي عندي ده هو مين؟ هو بورت دي اللي هو مين؟ الديكودر عندي. طبعا هستنى 10 مللي سكند وهنعمل نفس النظام مع خانه العشرات و10 مللي سكند، والنظام ده كله حطه ده جوه ده اللي اسميها مين؟ كاونت، تمام؟ اندرسكور مين؟ كاونت، بس بتستقبل متغير اسمه مين؟ اسمه كاون. هنا انسايند كاركتر لان انا مش هنقص ولا ازود، يعني انا الليميتيشن عندي انه هيبدا من زيرو لغايه 12، تمام؟ طب هينقص على الزيرو؟ لا مش هينقص على الزيرو، اخره زيرو هنا، يعني ما ينفعش يعرض قيمه سالبه، خلاص؟ يبقى انسايند كاركتر عندي هنا كاونت، او ممكن تحطه سايند كاركتر ما فيش مشكله، هيبقى صح برضه. بص معايا كده،
يبدأ أول حاجة ده الفويد مين، البرنامج بسيط وسهل جدا. هعمل إيه؟ هقول سايند كاركتر كاونت، طبعا أنا عرفته سايند هنا مفيش مشكلة صح برضه. خلي بالك المتغير اللي هنا اللي أنا استخدمته جوه فويد مين اسمه كاونت وعرفته سايند، ده غير المتغير اللي أنا استخدمته جوه الدالة الخاصة بالكاونتر، ده اسمه لوكال فاريبل، يعني يتم استخدامه داخل الفويد مين بس. كمان الفاريبل الخاص بالدالة دي اسمه لوكال فاريبل، يتم استخدامه هنا بس. تمام، اول حاجه تريس دي والديسبلاي بزيرو خاص ب 27 سيجمنت مصفرا في البدايه. تريس بي بيساوي 255 لان كل بورت بي عندي كانبوت سنسورز، وكمان اي 4 بواحد انبوت اللي هو عندي مين الستارت. طب هقول طول ما الستارت قارب واحد، لان هو ديفولت داخل كام؟ ديفولت داخل واحد زي ما انتم شايفين كده اهو، ادي الستارت عندي الديفولت داخل واحد، هقول له طول ما هو واحد ما يعملش حاجه، يبقى طول ما هو واحد ما يعملش حاجه. طيب اول ما الشرط ما يتحققش يروح يعمل ايه؟ يدخل جوه فور لوب او لوب وجو تو لوب اللي هو الجزء اللي انا عايزه يتكرر. طيب انا في البدايه عايز اعمل ايه؟ في البدايه خلي بالك عايز اعرفك حاجه هنا، ايه تريس دي بيساوي زيروز والديسبلاي بزيرو؟ دي معناها اثنين ترانزستور عندي اون، اثنين ترانزستور عندي اون، يعني اثنين ترانزستور في البدايه انا معرفهم بايه؟ باون، يعني الاوتبوت بتاعهم خلي بالك تريس دي كزيرو يعني الاثنين شغالين ايه؟ اون، فهتبقى طبيعي في البدايه يعرض زيروز، الاثنين هيبقوا شغالين ويعرض زيرو. الكاونت في البدايه قيمته كام؟ زيرو، فانا هقول له هات استدعى الداله اللي اسمها كاونت وخد المتغير اللي اسمه كاونت عوض بيه في الداله دي، فيعرض على 27 سيجمنت بزيروز. خلي بالك هقول بعد كده اف عندي بقول له اوت سايد بيساوي سوا واحد، اول ما الاوت سايد يحس هيبتدي يفتح البوابه ويعمل الاجراءات بتاعته. في نفس التوقيت لازم يكون الكاونت اقل من 12، كاونت بقى ب 12 معناها ان عدد العربيات جوه الجراج بقى 12، فمعناها ما يدخلش جوه اف، معناها ما يفتحش البوابه اصلا، فهو يفتح البوابه طول ما عدد العربيات اللي داخل الجراج اقل من 12. طب لو وصلت 12 مش هيدخل هنا، حتى لو السنسور ده حس، لان في اند هنا، الاند دي بتقول له ان لازم الشرطين يتحققوا، ان لازم يبقى السنسور حاسس وكمان عدد العربيات داخل الجراج اقل من 12، طب لو صوت 12 لا مش هيدخل هنا، مش هيفتح البوابه اصلا. تعال كده، اول حاجه هيفتح الموتور بتاع الاوبن لغايه مين اللي ما هيحس؟ لغايه الرايت انتري بيساوي يساوي زيرو. طول ما هو بيساوي زيرو خليك واقف في الحته دي، الرايت انتري اللي هو مين ده؟ الجزء الخاص بفتح البوابه، طول ما هو مش حاسس خليك واقف. في الكود اللي فات اللي كنت شغال على 7 سيجمنت واحده كنت احط سيمي كولوم هنا، بقول له طول ما انت مش حاسس خليك واقف سيمي كولوم. لو حطيت سيمي كولوم وسبته هنا كده يبقى كده في خطا، ليه؟ لان انت حطيت سيمي كولوم هنا في الجزئيه دي، في الجزئيه دي، دي معناها ان هتسيب ال 7 سيجمنت هتبقى واقفه على اخر رقم هي عرضاه، وده غلط. المشكله هنا انا عندي 2 7 سيجمنت، فاقول له طول ما السنسور ده حاسس هات استدعى الداله اللي اسمها كاونتر وعوض فيها بالقيمه اللي اسمها كاونت. الكاونت هتقول لي طب ما هي مكتوبه فوق هي نفس القيمه، اكني بعمل فلاش على الاثنين 7 سيجمنت بحيث يعرضوا لي القيمه القديمه. تمام، طيب وبعد كده مباشره اول ما السنسور ده يحس يطلع ايه؟ هيطلع من بره الداله دي. خلي بالك ان الكونديشن ده هينفذ الاستيتمنت دي، يعني الاستيتمنت دي خاصه بهواي، طول ما الشرط اتحقق ده ينفذ دي خلاص. اول ما ده ما يتنفذش خلاص كده يروح يعمل ايه؟ يعمل للاوبن بزيرو، يوقف الاوبن. طيب لغايه ما مين يحس؟ الاثنين انسايد يحس. طول ما هو مش حاسس استدعى الداله اللي اسمها كاونتر واعرض الاثنين او الرقمين على 7 سيجمنت، لو ما كتبتش دي هتلاقي 7 سيجمنت واقفه عندك مش بتعرض حاجه. طول ما هو مش حاسس اعرض الرقم على 2 7 سيجمنت. طيب طب اول ما خلاص الاثنين الانسايد حس اعمل ايه؟ وقف القفل بتاع الموتور مباشره، خليه بواحد وقفه، وزود مين؟ زود الكاونتر، زود الكاونتر. طب اول ما تزود الكاونتر اعمل ايه؟ استدعى الداله وحط فيها الكاونت الجديد عشان اثنين 7 سيجمنت يتعرض عليهم الرقم الجديد. طيب هقول له الكلام ده لغايه ما مين؟ لغايه الليفت انتري ما يحس، طول ما هو قيمته بزيرو يعني هو مش حاسس، لان انت هتقفل هنا انت مشغل القفل، طول ما قيمته بزيرو استدعى قيمه الكاونتر القديم، قيمه الكاونتر القديم اللي استدعاها وعرضها على 7 سيجمنت. طيب وبعد كده وقف قفل الموتور، وقف قفل الموتور. تمام، طيب الجزء الثاني ده خاص ببوابه الدخول. بوابه الدخول اتفقنا ان الاوتسايد لما يحس هيفتح البوابه، هيستنى ليميت سنسور الخاص بيه يحس، اول ما يحس يوقف الموتور. بس هو في الفتره دي نفترض خد فتره زمنيه كبيره هو محسش، اقول له لا خليك مع الشغال مع 7 سيجمنت خليها شغال. تمام، نفس النظام مع السنسور الانسايد، اول ما يحس طول ما هو مش حاسس خلي ال 7 سيجمنت بتعرض الرقم،
اول ما تحس طبعا وقف الموتور بتاع القفل، شغل الموتور بتاع القفل مباشره وزود الرقم واعرضه على 7 سنك. تمام، هنروح لبوابه الخروج. بوابه الخروج مين اللي يحس؟ الانسايد، السنسور الخاص بالانسايد اللي هو اس 3. خلي بالك اس 3 انسايد غير اس 2 انسايد. اس 2 انسايد ده خاص ببوابه الدخول، اس 3 انسايد خاص ببوابه الخروج انسايد. طول ما هو بواحد يعني حاسس بنفس التوقيت لازم الكاونت يبقى اكبر من زيرو، ما ينفعش يفتح والجراج فاضي. طيب هيعمل ايه للاوبن؟ الاوبن خلي بالك ده ام 2، ام 2 يعني موتور خاص ببوابه الخروج، خليه بواحد. طيب لغايه ما مين يحس؟ الرايت او الليمت سنسور بتاع الاوبن يحس اللي هو اسمه رايت اكس. طول ما هو بزيرو اعرض الرقم على 7 سيجمنت. طيب وبعد ما يحس خلي الموتور 2 اوبن، خلي الموتور 2 اوبن. هو الاس 4 اوتسايد بيساوي يساوي زيرو، طول ما هو مش حاسس اعرض الرقم على 7 سيجمنت، شغل ال 7 سيجمنت برضه طول ما هو مش حاسس. طب اول ما يحس اعمل ايه؟ شغل الكلوز الاوتسايد، يعني العربيه طلعت بره الجراج، طلعت بره الجراج، ابتدي شغل الكلوز وما تنساش نقص الكاونت. في نفس التوقيت اعرض القيمه على 7 سيجمنت، اعرض القيمه على 7 سيجمنت ما تنساش. طيب طيب وبعد كده مين؟ لغايه ما الليمت سنسور يحس، اول ما الليمت سنسور يحس الخاص بالكلوز اعمل ايه؟ وقف. طب هو مش حاسس بيساوي زيرو، طول ما هو مش حاسس بيساوي زيرو اعرض القيمه على 7 سيجمنت. طب اول ما يحس وقف الموتور. طيب طب نفترض ان الكاونت وصلت قيمته 12، ما انت شغال عربيات بتدخل هنا لغايه ما القيمه وصلت 12، اول ما القيمه توصل 12 اعمل ايه للريد ليد؟ خليها بكام؟ بواحد. إلس غير كده خلي الريد ليد بكام؟ بزيرو. يعني اول ما الكاونت يساوي يساوي 12 خلي الليد بواحد، إلس خلي الريد بكام؟ بزيرو. خلي بالك إلس دي خاصه باف دي، إلس خاصه باف دي، يعني إلس دي ما لهاش علاقه باف دي ولا دي، إلس دايما ليها علاقه باخر اف ليه. اهي اتمنى يكون الكود مفهوم، انا طبعا عملته بسرعه عشان احنا شرحناه في الفيديو قبل كده مع 7 سيجمنت واحده، لو انت فهمته في الفيديو اللي فات هتفهمه هنا. تعال كده نروح للسيميوليشن عندي، بصوا معايا كده انا عامل ستوب اهو، بصوا كده ادي مين الستارت وكل حاجه. طبيعي في الاول يعرض زيروس، يعرض زيروس زي ما احنا قلنا اللي هي الجزئيه دي، ان انا مخلي الاثنين ايه اهو زيروس اهو ديسبلاي زيرو، يعني يعرض زيرو على الاثنين 7 سيجمنت، وكمان مباشره يعرض قيمه زيرو. طيب لان انا مشغل الاثنين ترانزستور، مشغل اثنين ترانزستور. تمام طيب بصوا معايا كده هنا هنبتدي ايه دلوقتي؟ مين اللي هيحس؟ الاوتسايد. اول ما يحس يعمل طبعا لازم الستارت الاول، لازم الستارت الاول. خلاص ادي الستارت، اول ما ضغطت على الستارت خد قيمه الكاونت وحطها في 7 سيجمنت اهو، بيعرض زيروز بيفلش اهو يعمل فلاش. مين اللي هيحس؟ الاوتسايد. اول ما الاوتسايد يحس يعمل ايه؟ يشغل مين؟ يشغل الموتور زي ما انتم شايفين اهو، الموتور شغال عندي والاثنين 7 سيجمنت بتفلش اهي زي ما انتم شايفين. خلاص طيب لغايه ما الليمت سنسور يحس، اول ما الليمت سنسور يحس ايه اللي يحصل؟ الموتور يقف، ما زال بيعرض القيمه القديمه زيروز اهي، شايفين؟ طيب بعد كده مين اللي هيحس؟ الانسايد. اول ما الانسايد يحس الموتور يعكس اتجاهه، ال 7 سيجمنت زادت بمقدار واحد. تمام وبعد كده لغايه مين ما يحس؟ لغايه ما الليمت سنسور بتاعه يحس يوقف الموتور اهو، وما زال الرقم واحد بيتعرض على 7 سيجمنت. تمام طب لو انا عملتها بسرعه، ادي الاوتسايد حس وادي الانتري، بعد شويه بعد كده الانسايد حس بقيت اتنين اهي، وبعد كده ده حس الموتور وقف اهو. تمام بقيت اتنين وهكذا لغايه 12. تمام طب انا لو نقصت في عربيه ذات تطلع، يبقى الانسايد اللي هيحس، يبقى الموتور بتاع بوابه الخروج هيشتغل اهو. تمام وما زال بيعرض اثنين، خلي بالكم اهو بيعرض اثنين. الرايت اكزيت اول ما يحس بتاعي هنا يوقف الموتور لغايه ما الاوتسايد يطلع يحس، اوتسايد بيحس يبتدي يقفل البوابه، يقفل البوابه ونقص هنا واحد لغايه مع كده ما ده يحس الليمت سنسور يوقف الموتور. تمام طيب ده الكود عندنا، ركز معايا كده. ليه انا قلت اعرض القيمه هنا؟ ليه اعرض القيمه هنا؟ نفترض ما فيش الاوتسايد عندي محسش، نفترض محسش يبقى مش هيدخل جوه اف دي. حلو تمام. طب نفترض الانسايد الخاص ببوابه الخروج محسش، ولا الكاونت ولا اي حاجه حست، طب يعمل ايه؟ مفيش حاجه هينفذها. فاقول له لا خلي بالك روح نفذ ال 7 سيجمنت، اعرض عليها القيمه، يبقى لازم دي احطها في البدايه. خلاص لازم احطها، لان لو ما فيش حاجه اتنفذت يروح هعرض القيمه يشغل ال 7 سيجمنت الاثنين بالقيمه القديمه. تمام طيب هنا ركز معايا كده، الخطوه دي قلت لك ان احنا قبل كده بنقول هو طول ما ده حاسس بيساوي زيرو، طول ما ده بيساوي زيرو يعني مش حاسس خليك واقف، كنت بحط سيمي كولوم هنا الحته دي. خلاص انا هعمل كومه هنا في الحته دي، شايفين عملت كومنت هنا في الحته دي،
يعني مش هيستدعي الدلو ولا حاجه. طول ما السنسور ده مش حاسس خليك واقف. تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل. دلتا اهو، ركز معايا، ده مع الرايت انتري، يعني السنسور الخاص ببوابه الفتح، السنسور الخاص ببوابه الفتح، بس مين؟ فتح الموتور او فتح البوابه. تعال مع بعض كده نعمل رن نشوف ايه اللي هيحصل. انا عملت رن اهو، نضغط على الستارت اهي، الزيروس بيفلش اهو طبعا زي ما انتم شايفين. الاوتسايد اول حاجه هيحس عادي خالص، اول ما يحس يروح داخل ايه، مشغل الموتور. مشغل الموتور هيبقى هو واقف ثاني خطوه، هيبقى هو مشغل الموتور، هيقول له طول ما الليمت سنسور الخاص بالموتور اوبن بيساوي زيرو يعني مش حاسس خليك واقف. خليك واقف يعني خليك شغال الموتور عادي خالص، هيبقى شغال الموتور عادي وخليك واقف في الخطوه دي، استناه لغايه لما يحس. طب خليك واقف، بص ال 7 سيجمنت وقفت خلال الفتره الزمنيه دي، ال 7 سيجمنت وقفت، وقفت على ايه؟ هتلقى خانه واحده من الاثنين شغاله ووقفت، مفيش اي حاجه، مفيش اي اكشن. مستني ايه؟ مستني السنسور الخاص بالموتور اوبن ده او الليمت سنسور يحس. اول ما يحس يعمل ايه؟ بص كده وقف الموتور. هنا فلشت ليه؟ فلشت عشان انا قلت له ان هو يعمل للموتور اوبن، هيعمل الموتور اوبن بزيرو. زيرو هيستنى اس 2 انسايد يحس. طب هو لو مش حاسس، مش حاسس يعني قيمته بزيرو. طول ما هي قيمته بزيرو استدعى مين؟ مين؟ ال 7 سيجمنت الداله دي عشان يعمل فلاش كده، يجيب الرقم ويشغله على ال 7 سيجمنت. طيب لو انا حطيت سيمي كولوم هنا نفس الخطوه ولغيت الداله دي، ايه اللي يحصل؟ نفس النظام، يعرض رقم ويفضل واقف يستنى السنسور ده. فدايما اقول له طول ما انت مشغول بتعمل تشيك على السنسور وهو مش حاسس، خليك شغال مع 7 سيجمنت. فاول ما تحس، اول ما تحس مباشره هيطلع يسيب الكلام ده وهيروح يوقف الموتور، يزود الكاونتر ويعرض مين؟ 7 سيجمنت. طيب وزي ما احنا قلنا، زي ما احنا قلنا الداله دي نفس النظام برضه، نفس النظام. الداله دي لو انا لغيتها اهو الجزئيه دي وعملت بلت، طبعا رجعت الجزئيه دي زي ما كان، ايه اللي يحصل؟ تعال نشوف ايه اللي يحصل. بصوا كده ستوب في البدايه، بصوا كده اهو مشغل الاثنين عادي خالص. نعمل ستارت، عملنا ستارت اهو تمام، ما عملش فلاش ولا اي حاجه، ما فيش اي حاجه، واقف زيرو تمام. طيب تمام، الاوتسايد حاسس اهو طبعا زيرو زي ما هو تمام، لغايه ما الليمت سنسور يحس. اول ما يحس يدي فلاش اهو زي ما احنا قلنا، هيستدعي الداله ما فيش مشكله. طيب لغايه مين ما يحس؟ اللي يحس عندي الانسايد. اول ما الانسايد يحس يعمل ايه؟ يدي مين؟ يدي واحد. خلي بالك هو مازال جوه الداله لغايه ما ده يعمل ايه؟ الانتري يحس. اول ما الانتري يحس بص كده ركز معايا، اول ما الانتري يحس يعني معناها انه هيطلع يوقف الموتور بتاع القفل ويطلع بره الداله، بره الداله ويروح يعمل تشيك. بعد كده يعمل تشيك ولا اي حاجه محصل لها مين؟ اكتيفيت، يعني ولا حاجه شغال اهو. بص كده ما فيش ولا حاجه عامل لها اكتيفيت، يعني مش شغال. 7 سيجمنت تقف على اخر مين؟ على اخر ديجيت، وده الكلام ده غلط طبعا. فلازم اقول له ان لو مفيش حاجه اتحققت هنا، مفيش اي حاجه اتحققت من الشروط دي وما دخلش جوه اي اف منهم، لا ده انت خليك نفذ في الداله دي مباشره عشان يعرض الرقم تمام. اهو تعال نشوف كده اهو، طبعا هنعمل ستارت نطلع لفوق شويه، 7 سيجمنت اهو لغايه مين؟ اوتسايد ما يحس. هتلقى مازال بصوا كده هنا تقريبا الاوتسايد حس تقريبا، انا موقف كود الجزئيه دي، انا موقفه. تعال نشوف كده نتاكد موقفه ليه، السيمي كولوم ده اللي انتم شايفينه ده، فانا لغيت السيمي كولوم، السيمي كولوم اللي هنا موجود ده عامل مشكله. اقول له لا، طول ما هو ده نفذ الاستيتمنت دي، دي معناها ايه؟ اكن انا حاطط قوسين اف بعد فور هنا، القوس الاولاني اهو والقوس الثاني هنا اهو. ليه؟ لان طول ما هي ستيتمنت واحده ممكن انا الغي القوسين دول، القوسين اللي بره ممكن الغيه خلاص تمام، ممكن ما احطهمش عادي خالص زي الاكواد اللي تحت كده، ادي اللي وايل وادي ستيتمنت واحده مش حاطط اقواس. طول ما ستيتمنت واحده مش شرط تحط مين الاقواس. تعال كده نعمل ستارت اهو، الاوتسايد اهو حس الموتور شغال وال 7 سيجمنت بتفلس زي ما انتم شايفين طبيعي جدا، لغايه ما السنسور بتاعها ما يحس يوقف، الانسايد يحس يزود 7 سيجمنت يعرض الرقم والموتور يبقى شغال لغايه ما مين ده يحس. اول ما يحس خلاص طلع بره اف الاولاني، مفيش اي حاجه متحققه، لا ده يروح ينفذ الداله باستخدام 7 سيجمنت. طبعا انا فضلت اضغط لغايه ما وصلت الرقم 11. تعال مع بعض كده، في اوتسايد هيحس اهو، في عربيه واقفه قدام بوابه الدخول الخاصه بالجراج، اشتغل اهو لغايه ما ليميت سنسور يحس، الانسايد هيحس هيبقى ايه؟ تبقى 12
بعد كده هيقفل البوابة. أول ما يقفل البوابة لاحظ إن الليد بتاعت الريد اللي هنا دي نورت، الريد نورت ومدي كام؟ وبيعرض رقم 12 زي ما انتم شايفين اهو. طبعا زمن التاخير ده بسبب البروتوس مش اكتر. خلاص تعال نضغط كمان ضغطه. لو تصيد مين حس اهو، حس هنا الموتور بتاع بوابه الدخول مش هيفتح، مش هيفتح نهائي مهما يحصل اهو، مهما يكون ان السنسور الاوتسايد حاسس مش هيفتح البوابه، لان خلاص الجراج ساعته 12. ممكن طبعا انت في البرنامج تغير الرقم ده تخليه 99 30 براحتك زي ما انت عايز. خلاص طيب امتى البوابه الدخول هتفتح؟ لازم تطلع عربيه من داخل الجراج عشان العدد يقل، يبقى الانسايد ده يحس، فبالتالي الليمت سنسور يحس لغايه ما العربيه تطلع خالص بره. اول ما تطلع خالص خلي بالك ان الرقم بقى 11 هنا اهو، وبعد كده يقفل البوابه عندي. وقتها لو الاوتسايد حس على طول يفتح البوابه يدخل العربيه. تمام، واتمنى كود النهارده يكون عجبكم. وطبعا لو انت عندك اي اسئله او استفسارات سيبها لنا في التعليقات اسفل الفيديو. ولو انت فهمت فكره النهارده باتنين سيفن سيجمنت تقدر تعمل 3 سيفن سيجمنت، تقدر تعمل 4، تعمل 5، تقدر تعمل ساعه باستخدام الكود اللي انت شفته. الموضوع مفتوح خالص طول ما انت فهمت الفكره. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، السبسكرايب مهم عشان تتابعنا في كل فيديو نرفعه. ما تنساش جنب كلمه سبسكرايب بعد ما تضغط عليها استنى كده ثانيتين هيظهر علامه جرس، اضغط عليها عشان يجي لك نوتيفيكيشن باي فيديو نرفعه. شكرا جزيلا.